باهي كما كنا نحكيو، فوزي صغير نائب رئيس الكلوب في ديكلاراسيون في اي اف ام، فقال لي كمانيش ناسي، قال منوبي حداد وغازل العيادي خرجوا من الكلوب خاطر كلام على مخدرات ومواد مخدره يستهلكوا وتورطوا في قضيه من نوع هذا. شنو هي الحكايه؟ شنو الصحيح؟ شنو الغلط؟ جا كلامه الكل غلط، ما نعرفش عليه، يحب بوسيبل يحب يعمل بوز ولا ما نعرفش، اما غلط غلط 100% غلط 100%. ديجا انا ديبي دي سيزون فما دي تيست ميديكال تعملها، فما دي تيست يوزوني واحد يتكيف ما نجمش يلعب 90 مينوت كل جمعة معناتها، وانا فيزيكمون كنت حاضر وعملت بريباراسيون كبيرة برشا، ما نعرفش كلام منين خرجوا، مي امبوسيبل 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 فهمت. مش صحيح. مستح، فمش منها جمع تنجمش كور او نيفو وتعمل الحكاية تنجمش تنجمش. غازي قال باش يقدم قضية ضده، وانت صحيح انت تخمم في خطوة كما هكا ولا اي كيف كيف، اي قاعد نشوف مع الافوكا شنو باش نعمل. بديت في البروسيدور ولا مازلت؟ لا مازلت حكيت مع غازي في الموضوع. اي حكيت معاه هو بدا يزني في البروسيدور و معناتها باش يشكي خاطر حقه. فهمتك. واضح. هو ما كلمتوش ولا حاجة؟ لا ما كلمتوش انت كان عندك بي كونتاكت قبل ولا ايه؟ جملة، ما نعرفوش جملة. عندي انا كويز باش نعملها في الاخر، ولكن قبل هذايا برشا اسئله من الجمهور جاتك، نحب نسال بان نوصل العباد شنو قتلك وشنو سالتك. شنو ما جي با كومبري معناتها. قلت لك نسالك لي كاستيون تاع البوبليك، بعثوا لي دي كاستيون باش نسالهم. اي اوكي اوكي باهي، تبارك الله، نومبر كبير يتبع فيك. انت باهي، نسالك انا قبل هذايا علاش ما تكلمتش ووضحت الحقائق هذوما الكل، خاطر نتصور العباد قاعده تلوم عليك شويه معناها. اي كنت باش نرجع لتونس باش نعمل انترفيو، ومن بعد مشيت ليكوس كنت باش صح غادي، ومن بعد جاي الكونفينمون خاطر كنت باش نعمل انترفيو انا، باش معناتها باش نخرج كل شيء فهمتك. وباش نعمل الانترفيو. اخويا مرحبا بيك، تروح يجي بحضر لي راديو ان شاء الله. باهي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تبارك الله، النومبر كبير يتبعوا فيك، العباد تحب تسمعك خاطر منوبي راك تشوف. دونك اللي يحب يعاود يتفرج في الانترفيو يلقاه غدوه في الشين يوتيوب نتاعي ان شاء الله، سلام المدب، تلقاه الانترفيو نتاع منوبي وحوارات حتى اللي عملناها من قبل. حمزه منصور يقول لك شكون اكثر جواري يعجبك في تونس؟ توا ولا اللي لعب في تونس؟ قال لي ما حددش ولا قول لي زوز. أحمد خليل باهي باهي. همامي قال لك علاش ما وضحتش للجمهور الكلوب كي خرجت كيما عمل الغازي؟ أي ما عرفتش عليه، روحت لفرنسا أنا من غدوة اللي فصحت روحت ديريكت من فرنسا، اما حبيت نعمل انترفيو واضح كيما غازي ما جاتش الفرصة، اما تو انترفيو تو نعمل. عربي هرميسي قال لك خرجت من الكلوب بطريقة عربي هرميسي قال لك خرجت من الكلوب بطريقة مش باهية، هل ندمت على قدومك للفريق وإلا أنت متسامح؟ معناتها ما فهمتش. ندمت أنك لعبت في الكلوب؟ لا ندمت لي خلاص مش لعب. باهي. فهد بن عبد القادر قال لك نادم على خروجك من الكلوب ولا جاوبت عليه السؤال هذا ديجا. محمد علي علاش خرج من الافريقي ويرجع ولا كيف كيف حكينا فيه الموضوع. رسلان قال لك صحيح بلال الخفيفي عظمك مره في التمارين تنبسط منها؟ لا جميع حتى حد عذبني في الانترنت. فهمت. تفكرت حاجه برش حتى كتبوها في لي كومنتير، صارت لقطه بينك وبين كوليبالي ظهر لي دارت برشا على على الفيسبوك. شنو برشا صار في اللقطة هذيك؟ أنت فضحت ولا زلقت ولا كيفاش؟ زلقت التيران مبلوش شوية زلقت، أما مثال شمام تيحت وزاد وما زلقش هو. في راس مبروك قال لك شنو رايك كلمة في الجمهور الإفريقي ورايك في أسعد الدريدي؟ جمهور كبير برشا، أقوى جمهور في الأفريق، une ambiance incroyable، حتى في فرنسا مش فماش ambiance كيما هكا،
فما الوان كمان عندكم فرنسا. اي الوان استاد فيلودروم اي بيان سور بيان سور. اي والكوتش سيلات عدريتي راجل برشا وليان اقوى كوتش لي رينيني معناتها في تونس هو. يوسف عميرة قالك علاش مستواك طاح بعد موسم 2017؟ من الضربة بيج دي سي ولا حاجة هكا قالك أقوى مومون فور تتفكرها شنو؟ أقوى مومون في التراب أقوى مومون فور تتفكرها، مومون ما تنساهاش معناها. جزام بتاع صابر خليفة بون وقت ديربي دربي والبونتو متاعي زادا في الدربي جزام ربحنا. امورو دي ليكيب ناسيونال، هذه باش قالت لك جاوك عروض منين وشكون الانديه، حكينا فيه الموضوع جاوبت عليه ديجا. باهي شنو اخر؟ امين بنزيد قال لك هل تحب الترجي؟ حب تراجي انا اي لا لا محمود ليلي قال لك احسن راس حربه لعبت مع بونتا اتاكون دو بوان. ياسين سامح محمود ليلي كيف كيف قال لك شكون اقرب لاعب ليك في الكلوب؟ عندي ثلاثة، عندي أحمد خليل، علي العابدي، وياسين شامخ. اسكندر ربع قال لك علاش ما تجيش طالع في الترجي برامو مكشخ هو؟ قال لك تكون عندك بلاصة والترجي قد قدمت لك عرض ولا لا ولا مش باش نلعب في الاسبيرانس. باهي هذم هما حكينا بون، الباقي اللي كيستيون الكل حكينا فيهم، خلينا نمشيو للكويز. هاي كويز شكون احسن لاعب تونسي تو؟ اكتشيلمون توا اي ياسين شميخ دور ليستوار نتاع تونس. يوسف مسك لاعب في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا؟ احمد خليل أقرب لاعب ليك جاوبنا عليه السؤال، شكون المدافع هكا يخوفك شوية؟ مدافع ديفونسور اي حدا حدو في تونس اي في تلعب ضدهم معناها في تونس. اي لا ما يهمك حد. لا 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 احسن مدرب تونسي أسعد دريد واحسن مدرب تمنيت عنده أسعد دريد الماتش ما تنساهش يقعد في بالك. ماتش نيجيريا ماركت فيه كوفران ربحنا فيه 2-0 بونتو ما تنساش دوبلي في كوب دافريك في رادس ربحنا فيه 4-0 جبت بيه الكارديان. بونتو مزيان ماركيتو انا احلى بونتو. كيف كيف ماتش كاف في رادس باليسار انتوش ماتش كونتو شكون؟ كومبالا يظن كومبالا سيتي. أقرب جمعية ليك بعد الكلوب شكون؟ في تونس؟ أي لا فماش فماش فما جمعية تعاطف معاها شوية؟ لا فماش حاجة فيك ما تعجبكش؟ في الكورة كي نفسخ واحد نحب نفسخ زوج ثلاثة من بعد حب تنسخهم الكل. هاي شكون أحسن لاعب في العالم؟ كريستيانو وأحسن مدرب؟ موريني خويا ميرسي بوكو ميرسي على الوقت يعطيك في الآخر ما عادش كان عندك ميساج بيبليك الكلوب ولا حاجة تحب تقولها في الآخر نخليك كلمة أنت ليبر شنو تحب تقول؟ مش غو ميرسي معناتها السيبورتير ما فاق كونفيونس معناتها ان شاء الله نهار نرجع للكلوب والانترفيو مش باش نعمله وتو نكلمك كي نجي لتونس نكلمك نعمل الانترفيو ان شاء الله. ذاك بليزير خويا، حسيت شويه بليك ما تغش عليك انت البريود اللي فات. اي حسيت شويه اي يبعثوا لك ميساج واحد اي فما برشا يسجلوا في الموضوع في الجمهور ما يعرفوش لا فيريتي معناتها انت تجاوب وما جاوبش. لا ما جاوبش فهمت خويا ميرسي بوكو يعطيك الصحة وليلتك زينة وإن شاء الله نشوفك في كيف ما خير في أوروبا إن شاء الله.
ان شاء الله يا ربي. عايش، ميرسي بوكو. Bonne nuit.